أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا أكد فيه أن نظام الولي الفقيه يعيش في حالة من الخوف والقلق جراء ما يشهده من انتفاضة عارمة للشعب لإسقاطه، وقد بات جليا رفض الشارع الإيراني للإملاءات السياسية التي تلتحف عباءة الدين في كل مرة يراد لشعب إيران أن يتبني سياسة مؤيدة لنظام الولي الفقيه. وقد أكد المجلس في بيانه أن أكثر من 60 مكتبا لأئمة الجمعة تعرض للهجوم في الانتفاضة الشعبية الحالية، في دليل على رفض الشارع الإيراني لتلك الإملاءات الصادرة من أئمة الجمعة، والذين في معظمهم يتبعون لخامنئي بل يتبعون لخامنئي ويشتركون في العديد من الجرائم وقضايا الفساد الأخلاقي والمالي. ودعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الشعب الإيراني إلى الاستمرار في انتفاضته المشروعة للقضاء على هذا النظام الثيوقراطي الذي يسعى للتمدد وتحقيق أجنداته المشبوهة على حساب تنمية مواطنيه في الداخل. ميدانيا، ما زالت الاحتجاجة مستمرة في عدد من المدن الإيرانية رفضا لسياسات نظام الولي الفقيه في الداخل والخارج. وقد وثقت مقاطع فيديو صورها مجموعة من المحتجين مقتل أحد المتظاهرين برصاص أمن النظام الإيراني واعتقال العشرات في مظاهرات عديدة. كما وثقت منظمات حقوقية مقتل أحد المتظاهرين على يد النظام الإيراني بعد اعتقاله لمدة 14 يوما على خلفية مشاركته في الاحتجاجات العارمة ضد النظام. هذا وأكدت المنظمات أن شهاب الدين زادة الذي يبلغ من العمر 20 عاما اعتقله النظام الإيراني لمدة 14 يوما في مدينة أراك، ثم قتله النظام ورمى جثته أمام منزله. هذا وتدعو منظمات دولية نظام الولي الفقيه للإفراج الفوري عن المعتقلين وتنفيذ مطالب الشعب المشروعة ووقف استخدام العنف والرصاص الحي لمواجهة المظاهرات العارمة التي انتشرت في أرجاء البلاد. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي عبد الرحمن الطريري. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. بداية، كما تعلم بأن هناك ارتفاع في مجموع قتلى الاحتجاجات ضد النظام الإيراني داخل السجون التابعة له، ما هو تعليقك بخصوص هذا الموضوع؟ مساء الخير. أولا أنا أعتقد أن النظام الإيراني ربما بانتشار الأجهزة الجوال مع المواطنين لم يرد أن يكون هناك العديد من مشاهد التعذيب داخل الاحتجاجات، وبالتالي حول هذه التعذيب إلى السجون. لانه لو لاحظنا انه بين 2009 وبين 2017 2018 زاد عدد حاملي الهواتف اللي فيها كاميرا في ايران من مليونين الى اكثر من 45 مليون. اعتقد ايضا انه كان في نائب اصلاحي محمود صادقي علق على هذا الموضوع انه يجبر السجناء على اخذ بعض الحبوب التي تؤدي الى وفاتهم، وبالتالي النظام الايراني وجد في النشطاء تحديدا الذي استطاعوا ان يثيروا هذه الاحتجاجات ولم يتاثروا بإغلاق سواء الانستغرام أو باقي المواقع شبكات التواصل، هؤلاء مثلوا خطر كبير، وبالتالي رأوا أن يقضوا على الرموز اعتقادا منهم أن هذا سيقضي على الاحتجاجات. نعم. طيب أستاذ عبد الرحمن، في اعتقادك أين سيقود النهج القمعي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد مطالب شعبه؟ بلا شك انه البارز في هذه الاحتجاجات عده امور، اولا انه اصبح هناك اسقاط للمقدس، وبالتالي لم يعد الخلاف بين تيار اصلاحي وتيار محافظ، وبالتالي اصبح الشعب الايراني اكثر وعيا لادراك انه هذان التياران ما هما الا يعني لعبه في يد المرشد، وبالتالي كان لافت بشكل كبير الحقيقه اسقاط صور المرشد، اسقاط صور قاسم سليماني. المحرك الرئيسي لهذه الاحتجاجات هو الفساد الذي ينخر في الحرس الثوري، وكذلك الأجندات الخارجية التي يرى الشعب الإيراني أنه هو أولى بهذه الأموال التي تذهب إلى سوريا أو إلى لبنان أو إلى اليمن. أنا أعتقد أيضا أنه الشعب الإيراني كان يقبل أن يكون هناك حالة من الضعف الاقتصادي قبل الاتفاق النووي مع الدول 5+1، ولكن بعد مرور تقريبا 3 أعوام على هذا الاتفاق تأكد الشعب الإيراني أنه الإصلاحيين أيضا هم كاذبين، وأنه لم يعد هذا الاتفاق بأي نفع على الشعب الإيراني، بل هو زاد التدخل الإيراني
في المنطقة العربية الذي لم يؤثر عليهم لا على مستوى التنمية ولا على مستوى الاقتصاد. نعم، من الرياض المحلل السياسي عبد الرحمن الطريري، شكرا جزيلا لك.